قد يسألك سائل بركي إنسانك بوتا برسك ببرسك يقول هل أنت مسلم؟ بيجت أنت مسلماني؟ تقول نعم أنا مسلم. تبيجي أنا لازم مسلمان. يقول لك ما هو الإسلام؟ يترى بيجي إسلاميات شيء؟ الإسلام هو أن تسلم لله تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. إسلاميات أو أكيد الرب علامي را توحيدي با سيخسمي توحيدك ما بارا قوتن وان توحيدا با تخو الرب علامي را تسليمك والانقياد له بالطاع. المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي فإتعاتى رب علامي رب علامي تشترى شانجيات ويارى الرب علامي را إتعاتى يعني يأتي وقت الصلاة يصلي وقت ميجهات تقرير ميشكي وكذلك المسلم لابد أن يتميز عن اليهود والنصارى وعن كل كافر سواجي قريم مسلمان هر كافري فرق لها يعني فرق ويها باش كافره